إذا بعد أن تعرفنا على تفاعل اندماج وتفاعل انشطار وضربنا مثال انشطار نواة اليورانيوم إلى نواتين مع تحرير 3 نيوترونات وطاقة، وقلنا في تفاعل اندماج هو اندماج نواتين خفيفتين غير مستقرتين إلى لتشكيل نواة أثقل وأكثر استقرار، وضربنا مثال اندماج نادري الهيدروجين الديتيريوم والتريتيوم. وقلنا في تفاعل اندماج هناك تحرير طاقة، وفي تفاعل انشطار هناك تحرير طاقة. إذن العنوان الجديد الذي يفرض نفسه هو كيفية حساب الطاقة المتحررة من تفاعل. إذن الطاقة المتحررة من تفاعل نووي إذن رياضيا أل أو كولوم تساوي إلى التغير في الكتلة في س مربع حتى تكون بالجول. إذا كانت تغير في الكتلة بالكيلوغرام أو 931.5 في التغير في الكتلة حتى تكون النتيجة بالميجا إلكترون فولت، وهنا دلتا أم بي بالإي أو وحدة الكتلة الذرية. كيف نحسب دلتا أم في تفاعل نووي؟ دلتا أم لتفاعل نووي يساوي مجموع كتل الابتدائية ناقص مجموع كتل النهائية أو النواتج. إذن حساب التغير في الكتلة في تفاعل نووي يكون مثلا لدينا اندماج الديتيريوم مع تريتيوم مع الديتيريوم لتشكيل الهيليوم، ونريد أن نحسب الطاقة المتحررة من هذا التفاعل. إذن هنا سوف تكون عبارة الطاقة أل إنرجي ليبيري هي تساوي، قلنا أيضا يرمز لها بكولوم، سوف تساوي إلى كتل مجموع كتل الابتدائية أي أم للتريتيوم زائد أم للديتيريوم ناقص كتلة الهيليوم مضروبة في 931.5 إذا أردنا أن تكون نتيجة بالميجا إلكترون فولت. إذن مجموع الكتل الابتدائية أم إنيسيال ناقص مجموع الكتل النهائية أم فينال. إذن وسوف نلتقي في المحاكاة الخاصة بهذا الجزء من الدرس.